السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تعديج لنقف على الأشغال تاع التهيئة نتاع كورنيش جديد يعني في بلدية العوانة، وإن شاء الله تكون الفكرة رائعة لأن الكورنيش هذا جاي في منطقة مرتفعة نوعا ما على الطريق الساحلي ويحيط بالميناء تاع العوانة، وإن شاء الله تكون أشغال عند حسن ظن المواطن الجزائري، ويكون يعني الكورنيش يكون واسع وتكون فيه أرصفة واسعة، الشيء اللي ما راناش نلاحظوا فيه حسب الصور اللي عندنا. المهم إن شاء الله تكون الأشغال جيدة. نخليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.